لون موسيقي جديد يعزف لأول مرة داخل جدران دار الأوبرا المصرية. مؤلف الموسيقى التصويرية والدرامية يشاركون للمرة الأولى بحفلات موسيقية في تقليد جديد للأوبرا المصرية باستحداث حفلات لأهم المؤلفين الموسيقيين في هذا المجال. يعني ده بالنسبة لي أنا وزمايلي كلهم، يعني كل الموسيقيين التانيين، ده بالنسبة لنا حاجة جميلة جدا، وكنا يعني في متفاجئين بالجمهور وإن الناس عايزة كده، وده في حد ذاته مؤشر حلو لينا يعني. ويضم البرنامج سلسلة من الحفلات التي تقام بشكل منتظم ودائم، ويعمل على اجتذاب الجمهور للفنون الراقية ورفع الذوق الفني، كما سيساهم في التشجيع على تقديم المزيد من روائع الموسيقى التصويرية في الدراما التلفزيونية. موسيقى الدراما طبعا من أحب الأنواع الموسيقى على الأذن المصرية، بالذات أنا بشوف أن المؤلفين اللي بيعملوا أعمال للدراما بالذات أعمال رمضان أو كده بترتبط، لأن المستمع يمكن بيسمع التتر 30 مرة في الشهر وبيسمعه كل يوم. فطبعا خالد حماد يعني خير من المؤلفين اللي عملوا أعمال للدراما غير الأفلام. طبعا الفكرة رائعة وأنا شايف أنها هتكمل وهتنجح جامد. الجمهور المصري اهتم بحضور انطلاق فعاليات البرنامج الموسيقي، فقد رفع الحفل شعار نفاذ التذاكر بمجرد الإعلان عن الحفل. يستهدف المشروع الفني الجديد الذي أطلقته دار الأوبرا المصرية إلى إعادة إحياء الموسيقى التصويرية في السينما والدراما المصرية، بالإضافة لاكتشاف المواهب الفنية الجديدة التي تؤثر بشكل مباشر في عالم الموسيقى. محمد نشأت الغد، القاهرة.